قدم أهالي البحيرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات الداخلية والخارجية التي قدمها منذ توليه مسؤولية البلاد. كل سنة وحضرتك موجود، ويا رب دايما مصر في تقدم وتبقى أحسن من اللي قبلها، ومصر في تقدم كل سنة عن اللي قبليها. الاقتصاد بيزيد كل سنة، ومصر العالم كله بيشهد باقتصاد مصر وإن هو اقتصاد يعني ناضج وهينمو إن شاء الله مع الوقت. وموضوع زي موضوع قناة السويس وحياة كريمة اللي بيهتم بالريف، ومحدش هيهتم بالريف في مصر من 20-30 سنة. رئيس الجمهورية شكر، دي أول حاجة، خلى لنا مكانة في وسط الدول، جميع الدول بقى لنا مكانتنا في كل حاجة. تمام، الناس بقت بتحترمنا دلوقتي، بتقدرنا في أي دولة احنا بنروحوها في أي حتة. 7 سنين من الخير والعطاء، 7 سنين الحمد لله عدينا منهم حاجات كتير، إرهاب، سينا، أمن داخلي، يعني على الصعيد الخارجي فلسطين. مصر تعتبر الحمد لله رجعت في الفترة الأخيرة لمكانتها الطبيعية. شكرا يا ريس على كل حاجة حلوة عملتها لمصر، شكرا على اللي انت عملته مع شعب غزة، واللي شهد له كل العالم بمواقف مصر ومواقف حضرتك. بقول له شكرا على كم الإنجازات اللي شهدناها على أرض محافظة البحيرة، والدليل على ذلك الشارع اللي احنا واقفين فيه ده، وكم التطوير والإضاءات الديكورية والأرضيات وكم الجمال الرائع في مدينة دمنهور. شكرا على تطوير وتنمية مدينة رشيد، المناطق الصناعية في البحيرة خير شاهد على إنجازات الدولة. الإنجازات الداخلية أو الإنجازات الخارجية، الإنجازات داخل مصر، عندنا استثمارات ما شاء الله عليها. مصر دلوقتي بقت من أقوى دول العالم في الاستثمار. مشاكل كتيرة معالي الرئيس حلها، رئيس عبد الفتاح السيسي. عندنا مشكلة فلسطين، يعني المشاركة الدولية الجهود بتاعته فيها. لو بصينا على الاستثمار الداخلي، العاصمة الإدارية، العالمين، لا في نقلة كبيرة 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 نقلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، ولسه اللي جاية أحسن. هو دايما سيادة الرئيس بيدينا أمل في بكرة، إن بكرة هيكون أحسن وأجمل. إحنا معانا رئيس جمهورية نشيط، العالم كله بيحسدنا عليه ما شاء الله. ربنا يبارك فيه ويحفظ مصر ويحفظ جيش مصر.